خلينا نشوف المزيد من التفاصيل من خلال انضمام الأستاذة داليا مصطفى مترجمة لغة الإشارة معنا عبر زوم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة داليا. أهلا بحضرتك، الحمد لله بخير. صباح الخير. صباح النور يا أستاذة داليا، والحقيقة أن اليوم النهاردة يوم مميز، بنتحدث عن لغة الإشارة، وإحنا بندور وراء هذه اللغة في أثناء التحضير لهذه الفقرة اكتشفنا أن في كل مجتمع وكل دولة لها لغة إشارة مختلفة عن الدول الأخرى، فهي زي اللغات الحية بالضبط، لكن ما فيش لغة إشارة واحدة عالمية للكل، ولا موجودة بالزبط. لكن غير منتشرة بالشكل الكبير. لا، هي فعلا موجود 250 قاموس للغة الإشارة، وكل دولة بيبقى ليها لغة. طيب، علشان ندرك أهمية هذه اللغة مع السادة المشاهدين، احنا بنتحدث عن عالميا قرابة 70 مليون شخص أصم أو أكثر من هذا العدد أيضا، وبالتالي بنتحدث عن عدد كبير جدا بيحتاج أن هو يستخدم هذه اللغة. احنا نفسنا وإحنا بنتعامل يعني في حياتنا اليومية بنقابل هذه أو بعض من هذه النماذج، ومش بنكون عارفين نتعامل إزاي معاهم. دكتور داليا، إزاي من غير إحراج أكتشف إن الشخص اللي قدامي هو أصم وأتعامل على هذا الأساس؟ هو أول حاجة لازم نكون عارفين الفرق بين الأصم وضعيف السمع. يعني الأصم ده هو شخص اتولد فاقد حاسة السمع، أو فقد حاسة السمع قبل من هو يكتسب اللغة، يعني قبل ما يتم 3 سنين، فهو ما يعرفش يعني إيه لغة أساساً، ما اكتسبهاش. لكن ضعيف السمع هو بيتولد عنده مشكلة في ودنه، بس يبقى عنده بقايا سمع. يعني مثلا لو بيسمع بنسبة 50% فهو هيتكلم بنسبة 50% وهكذا. تمام. بس على قد ما بيسمع على قد ما بيتكلم. يعني لو بيسمع فهو مثلا بيسمع مثلا كلمة كوباية بيسمعها كلمة باية، فمش بيسمع المقطع الأول، فبالتالي هو بينطقها غلط، فهو نطقه بيبقى برضه بنسبة 50%. ده ضعيف السمع. يا إما بقى بيبقى شخص مولود طبيعي بس جات له جلطة أو عمل حادثة، بيكون يعني على حسيت له حاجة بعد ما اكتسب اللغة وبقى زي الفل، فبالتالي بيبقى ضعيف سمع، اللي هو زي مرضى السكر مثلا بيبقوا ضعاف سمع. تمام. طيب، هنا التعامل اكيد هيكون فيه اختلاف. لو انا بتعامل مع حد مثلا بيكون في السماعه اللي هي بتبقى موجوده في الودن، فبيبقى في بعض المؤشرات بالظبط. ما هو ضعيف السمع شوية. لما بيعمل عمليه زراعه القوقعه وبيبدا يركب سماعه خارجيه او سماعه داخليه. تمام. لكن لو بنتحدث عن الشخص الاصم او مصاب بالصمة، من هو اصم يعني عفوا، مش بيكون في مؤشرات، يعني انا لا هشوف سماعه مثلا ولا هشوف احيانا كثيره ممكن الواحد ما ياخدش باله، ازاي برضو اقدر ان انا اتعرف بالشكل من غير احراج واتعامل مع هذا الشخص في اضيق الحدود اللي هي تسمح لي بان يكون في تعارف، مساعده بشكل او باخر على الاقل في الامور الاساسيه؟ ما هو يعني اللغه الاساسيه عندهم هي لغه الاشاره. تمام. بس في شويه ستيبس كده لازم نكون عارفينها لما نيجي نتعامل معاهم. يعني مثلا ما ينفعش اتعامل معاه بافوره او ابين له اهتمام اوفر عشان ما يحسش مثلا ان هو عنده حاجه ناقصه او يحس ان انا بشفق عليه، ده بيضايقهم جدا. ولازم مثلا لما اجي اتكلم معاهم اتكلم بلغه الشفاه مع لغه الايد، ما ينفعش اعتمد على لغه الايد بس. هما بيقروا لغه الشفايف حلو جدا، ولما اجي اتكلم معاهم أقصر في الجملة اللي أنا بقولها، يعني بلاش أزود في الجملة قوي عشان هم ما يتوهوش مننا. يعني أقصر في الجملة أقول اللي أنا عايزة أقوله بالظبط. جميل. ما ينفعش أحط بقى استعارات أو كنايات في الكلام. يعني مثلا ما ينفعش مثلا أغنية لما القلب يدق، هم مثلا كانوا بيسمعوها إن إحنا هنطلع قلبنا ونقعد ندق عليه بقى بشاكوش. لا، هم بيحبوا الكلام يكون واضح وصريح. طب بالحديث عن الأغاني، حضرتك ليكي تجربة جميلة جدا ومتميزة الحقيقة في ترجمة أغاني أو لغة الأغاني إلى إشارات، وبالتالي ضعاف السمع أو حتى الأصم بيقدر إن هو يستمتع بهذه الأغاني حتى لو مش سامع الألحان. جات لك الفكرة إزاي يا أستاذة داليا؟ هي الفكرة جات لي لما هو ده أصلا تخصصي في الكلية، فهو أنا بقى فكرت إن إحنا ليه مثلا ما نعملش حاجة مثلا ليهم مميزة، وإن إحنا نسلط الضوء عليهم أكتر، وإن إحنا أصلا قاعدين في مجتمع واحد. يعني انا مثلا مره قابلت شخص اصم وانا راكبه وانا في مواصلات، او حسيت ان احنا يعني لازم نبقى متشاركين اكتر من كده ونبقى فاهمين بعض اكتر من كده، وكمان ما ينفعش يبقى في حاجه ناقصاهم. يعني فبدات اترجم اغاني، وبدات اترجم كرتون للاطفال، وبدات اترجم مقاطع مثلا للداعيه مصطفى حسني. حسيت يعني بقيت بنوع، يعني لو ما يكونش فايتهم حاجه. يعني ده مجهود محمود جدا من حضرتك، وتجربة خلينا نشيد بيها بشكل كبير. لو رحنا مع حضرتك إلى
بعض الإشارات البسيطة اللي احنا نفسنا ممكن نستعملها، بحيث لو تعملنا مع ناس واحنا ممكن يكونوا مثلا مش بيتكلموا او مش بيقروا لغة الشفايف، نعرف ان احنا نتعامل في حتى الأساسيات زي مثلا الاسم، زي بعض الأرقام المهمة. خلينا نحاول نعرف من حضرتك الحاجات الأساسية. تمام، لو قابلت شخص أصلا بسأله اسمك ايه، دي معناها اسمك، الاي دي اللي بيبقى موجود مثلا في البنك. إيه؟ اسمك ايه؟ تمام. الحروف بنقولها ببطن الايد، الف ب ت نقطتين، س تلات نقط، جيم نقطة جوه، تمام، ح خ نقطة فوق، دال زال، ر زين، سين، تمام، شين، صاد، ضاد، ط، ظ، عين، غين، ف، قاف، كاف، تمام، لام، ميم، نون، ه، واو، ي أو ي. جميل. دي بنقول منها الأسماء، يعني مثلا لما أجي أقول له اسمك إيه يرد يقول داليا، كده أنا نطقت حروف اسم داليا. طيب، يعني إحنا لو حفظنا هذه الأبجدية بلغة الإشارة هنقدر إن إحنا نتعامل في أغلب الأمور، حتى يعني حتى الكلمات لو مش عارفين مش حافظين اللغة كاملة. لو مثلا كلمة واحترت فيها قوي بقول له حروفها إيه. تمام. طب والأرقام أستاذة داليا برضو من 1 لـ10 لو مستعرضة لحضرتك؟ قلنا ان الحروف ببطن الايد، لكن تمام، الارقام بظهر الايد. تمام. 1 2 3 4 5 اللي هي تبقى كده، بس نعملها من ورا، 5 6 7 8 9 10 تمام، 11 12 13 14 هذا هو 10. نعم، 10 ونزود 10 كده معاها. لا، ما اقصدش يعني في الارقام المركبه. لا، بنقول 11 بنرسمها، تمام، وال 12 بتبقى كده ونرجعها لورا، تمام، 12 بعد كده 13 14 بعدها ال 15 بنقلبها لورا، اوكي، 16 17 18 19 بعد كده 20، تمام، بعد كده بنقول 21 وهكذا. طيب، هي لغة طبعا غنية ولغة يعني موجودة ومعترف بها عالميا، وبالتالي كان في اقتراحات سابقا بان هي تدرس حتى في المدارس علشان نقدر ان احنا نتعامل حتى ولو حاجة مهمة جدا، وبنتمنى ان احنا يتم النظر الى هذا الامر. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذة داليا مصطفى، مترجمة لغة الاشارة. شكرا، ربنا يخليك.